أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور على دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات بما في ذلك التعليم باعتباره أحد أهم محاور استراتيجية مصر 2030 لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب، كما أنه يعد أحد أهم ركائز التطور والنهوض بالعمليات التعليمية. هذا وأضاف الوزير أن مصر تستثمر في التحول الرقمي لجامعاتها لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في مختلف المجالات ومؤهل لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.